بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة عرب جنو لينكس. معكم عبد المجيب. اليوم راح نكمل إن شاء الله اللي هو لوحة التحكم الخاصة بلينكس مينت واجهة ماتي. هذا آخر درس لوحة التحكم، تمام؟ تكلمنا بالدروس اللي راحت عن اللي هو المنطقة هذه البيرسونال، ثم انترنت اند نتورك، وتكلمنا عن هاردوير، واليوم راح نتكلم عن السيستم والأذر. أوكي، طبعا لوحة التحكم تدخل من هنا منيو، ثم تدخل على الكنترول سنتر. طيب نقول بسم الله ونبدأ. طبعا برنامج اللي هو أبتون سي دي، طبعا خاص بأنه يسوي لك سي دي آيزو، تمام، بحيث أنه يكون باك أب لك، أو ممكن تثبت منه توزيع مرة ثانية، بحيث أنه يأخذ جميع البرامج المثبتة أنت عندك حاليا والشغلات اللي سويتها وتكون موجودة عندك على ملف آيزو. راح أتكلم برنامج هذا بشكل تفصيل مفصل بعدين. أوكي، عندك الباك أب تول، هي أداة لتعمل لك نسخة احتياطي، وأيضا راح أتكلم عنه درس مفصل بحيث أنه نعطي حقه هذا البرنامج، تمام. دوين بلوكر هو مجرد يعطي بلوك او حاضر لبعض الدوينات، تمام. بالنسبه للفاير وول اللي هو الفاير وول كونفيجريشن، هي عباره عن اعدادات خاصه بالفاير وول اللي هو جدار الحمايه. افتراضيا ما يحتاج انك تسوي شيء، اوكي، افتراضيا انه عندك جدار حمايه، لكن احيانا تحتاج انك تعدل بورت معين، او تحتاج انك يعني شغلات معينه، ممكن تدخل هنا ونشوف بعض الاشياء. تضغط على انلوك اول حاجه عشان تفك اللي هو المفتاح، تعطي الباسورد حقك، تنتظر شوي لحد ما انه يحمل الخدمات اللي تستخدم الفاير وول، تمام. طبعا لازم تنتبه لشغله مهمه، لا تحتاج فاير وول اساسا، ما تحتاج تعدل عليه، تمام، لكن احيانا يصير ودك تعدل على بعض الاعدادات، منفذ معين، شغله زي هذه. اذا انت ما تعرف عشان قاعد تتكلم عنه، طنش الموضوع لانه مو بلازم اصلا. طيب لاحظ هنا عندك في بعض الاشياء، اوكي، بروتوكول والبورت حقه والادرس والابلكيشن، تمام. طبعا هذه هي الموجوده حاليا، انت ممكن تضيف لك بروتوكول معين من هنا، اوكي، زي ما شايف يمكن اضيف من عند الادفانسد من هنا او من اي مكان، تمام. طبعا هذه الخاصيه اللي هي جدار الحمايه ممتازه، زي ما قلت لك اذا حاب انك تغير منفذ الى منفذ ثاني. طبعا احيانا تكون مهمه للحمايه، تمام، لكن تراها مهمه للسيرفرات اكثر من سطح المكتب، لذلك نغلق هذه. طيب هذا بالنسبه لي جدار الحمايه. سكر يا مدير، دير كبير. طيب اسحب عليها. طيب طبعا انا على الفيرتشوال بوكس هنا، فيصير فيه احيانا استهبال. فوس يا حبيبي. طيب عندك هنا اللوجن ويندو، طبعا ايضا تكلمت عن اللوجن ويندو، موجود تحت رابط اللي هو اللوجن ويندو، تمام. الفائده منها هي تخصيص اللي هنا نافذه الدخول، تمام. طبعا زي ما قلت لك موجود تحت رابط، اي شيء بقول لك موجود تحت راح اضغط عليه. البرامج اللي شرحتها سابقا ما راح اشرحها مره ثانيه. هنا زي ما انت شايف هذه هي اللوجن ويندو، طبعا في بعض الاشياء ممكن تعدلها من هنا مباشره. طيب السيرفيسز هذه حلوه، هذه الخدمات تشتغل مع بدء التشغيل. طبعا كل ما عطلت خدمات كل ما صار اسرع بدء التشغيل، لكن ممكن تعطل خدمه مهمه، لذلك انتبه لا تعطل شيء ما تعرف عنه شيء. اذا حاب تعطل اي خدمه، لنفترض فيرتشوال بوكس، اوكي، مجرد تشيل علامه الصح من هنا، ثم دخل باسورد. طبعا هذه الخاصيه اللي هي انه يحدث الكيرنل، تتوافق مع الكيرنل حقه الفيرتشوال بوكس، ثم علشان انه يسوي شو اسمه تكبير تصغير والى اخره، يعني يسيت اب الفيرتشوال بوكس بالطريقه هذه. انشلته اي خدمه ما تعرف عنها اي شيء، مجرد خذ اسمه ولصقه في محرك بحث وخلاص، راح تجيك معلومات كثيره عنها. طيب هذه الخدمه مهمه بالنسبه لي لانها احتاجها على الفيرتشوال بوكس. طيب كلوز، عندك هنا اللي هو سوفت وير مانجر، تكلمت عنه، مدير التطبيقات موجود تحت، تكلمت عن اداره البرامج برضه، هذا مدير برامج تكلمت عنه، تمام. ديت اند تايم اند ديت، طبعا لينكس مينت 15 ماتي فيها اشكاليه انه ما فيها بي ام واي ام، تمام، ننتظر المطورين انهم يحطون لنا بالبرنامج هنا، لكن راح نشوف ايش موضوعه. طبعا كل ما الموجود هنا تعدل التاريخ والوقت فقط، طبعا التاريخ والوقت شيء مهم جدا على لينكس مينت وجميع التوزيعات جنو بشكل عام، تمام، لانه تعتمد عليها اشياء كثيره، ممكن تعدل اللي تبي، حط الوقت اللي تبي. طبعا الساعه الحين 16 اللي هي 4، بينما الساعه 9 راح ننزل الساعه 9 الصبح، اوكي. طبعا زي ما انت شايف الوقت، هل تبيه تلقائي ولا تبي ايش، تمام. طبعا انت لو سويت كيب سينكرونايزد راح يجيب التوقيت حقك من الانترنت بناء على المنطقه اللي تختارها من هنا، انا اختار اللي هي ايجا رياض، راح يجيب توقيت الرياض، تمام، اوكي. من هنا ممكن تختار التاريخ اذا حاب تعدل التاريخ. كلوز، راح نجي اللي هي خاصيه ثانيه اللي هي الابديت مانجر، اوكي. الابديت مانجر طبعا فاتحه من هنا، افترض على طول، تمام. هذا فيه اللي هي التحديثات حقتك، ما يحتاج انك تدخل على مدير التحديثات كل مره عشان تشيك انه في تحديثات، لانه عندك ايقونه هنا تظهر لك التحديثات، لكن في بعض الاشياء ممكن تعدلها من هنا. دخلنا على ايديت بريفرنسز، تمام، هنا في بعض الاشياء، ايش التحديثات اللي حاب توصل لك؟
في عندك التعديلات من 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 1 الى 5 على حسب الامان، تمام؟ فعندك هذه امنه جدا، اقل 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 الى اخره، تمام؟ ايش موضوع امنه؟ يعني ممكن اللي هي حزم غير مختبره والى اخره، تمام؟ فيفترض انك تترك على ما عليه، لكن اذا انت حاب والله تنزل حزم وتجرب على راحتك، اذا حاب توصل تحديثات يعني انها غير امنه ما عندك مشكله، حط صح 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 وخلاص. اوتو ريفرش متى حاب انه يشيك على التحديثات عندك؟ كل ربع ساعه؟ بعض الناس تضايق تقول انا لينكس مينت تسوي لي قلق ما بيها تشيك، تمام؟ حط مثلا هنا كل 30 يوم ماشي، خلاص بعد كل 30 يوم راح يشيك مره ماشي، او مثلا كل كم ساعه، كل 50 ساعه، كل 10 ساعات، او كل ربع ساعه، هذا هو الافتراضي. الابديت ميثود، تمام؟ طريقه التحديث، تمام؟ طبعا ما في حاجه معينه، مجرد انك تحط هنا اللي هو بدا التشغيل كم، وهنا اختبار الاتصال، هو عشان يتاكد راح يعطي اعتقد انه يرسل بينج للجوجل يتاكد ان عندك اتصال، تمام؟ طبعا هذه لو حطيت عليها علامه صح يقول لك نزل تحديثات تطلب تحميل برامج اضافيه او حذف برامج. هذا يعني ممكن تنزل تحديث معين يحذف برنامج ويحط مكانه ثاني، ممكن يحذف وان لغى لذلك، او ممكن يجيب حزم اضافيه. اذا ما تبي شيل علامه الصح هذه. اجنور باكجز، ممكن هنا حزم معينه انت راضي عن الاصدار حقه، ممكن ما تبي انك تحدث برنامج الفايرفوكس حقك، اوكي؟ ممكن عندك اشكاليه بالفايرفوكس حاب انك تثبت على الاصدار الحالي، مجرد اكتب اسم الحزمه فايرفوكس، تمام؟ هنا ثم خلاص، الان لو جاء تحديث ما راح يحدث الفايرفوكس. ايكونز هنا يشرح لك ايش الايقونات اللي هي موجوده تحت. بيزي يقول لك انه مشغول، اذا كانت الايقونه بيضاء ممكن تغير من هنا بالمناسبه. اذا كان عليه علامه صح معناته انه محدثه، اذا كان عليه العلامه هذه معناته انه في تحديثات، هنا انه في مشكله، هنا حاله غير معروفه، وهنا اللي هي جالس يطبق او يثبت اللي هن التحديثات، تمام؟ طبعا ما في حاجات مهمه جدا هنا، لذلك اذا حبيت ثبت التحديثات مجرد ضغط على انستول ابديتس هذه، اوكي؟ طيب نروح نشوف اللي هو اللي بعده، اللي هو الابلود مانجر. طبعا هذه اذا كنت تستخدم خدمات اف تي بي معينه، اذا تعرف ايش هو الاف تي بي او اقول لك ايش هو الاف تي بي، مجرد نقل ملفات من جهازك الى سيرفر معين. انت ممكن هنا تجي تسوي نيو، تكتب اسم الخدمه مثلا ماي سايت، اوكي؟ هنا تحط بيانات الموقع حقك، لنفترض عرب جنو لينكس دوت اورج، تمام؟ تحط طبعا البورت الافتراضي اللي في تبي 21، تختار نوع الاتصال، اوكي؟ طبعا راح استخدم اف تي بي، تحط اليوزر نيم مثلا عبد المجيب، ثم تحط الباسورد حقك من هنا. طبعا هنا في بعض الاعدادات المتقدمه، تمام؟ اللي هو المسار الافتراضي بالسيرفر، لنفترض عندك مجلد اسمه عبد المجيب هناك. طبعا التايم ستامب اللي هو لما ترفع ملف يحط عليها وقت معين، هذا هو التايم ستامب، ممكن تغيره من هنا، تمام؟ هنا تسوي تشيك كونكشن، طبعا راح يرفض انا لانه البيانات خطا هذه، اوكي؟ لكن بعدين تسوي اوكي، راح يجيك هنا ماي سايت. ايش الفائده؟ تلاحظ انه بدا يحدث الحين، تاكد. لاحظ انه هنا طلع لي ايقونه. الميزه هنا انه مجرد ابي ارفع ملفات ارفع هنا من هنا مباشره، اوكي؟ ما عندي اي مشاكل، اوكي؟ فهذه هي الميزه صراحه حلوه، اوكي؟ اذا تبي ترفع ملفات بس حذف وفلات، ممكن تسوي لك سحابه خاصه بك الكترونيه عن طريق الامر هذا. طيب Users and Groups تكلمت عنه، الويندوز وايرلس تكلمت عنه، ايضا تثبيت تعريفات الويندوز، اوكي؟ About Me هنا بعض الاشياء الخاصه بك، تكلم عن اللي هي معلوماتك الشخصيه، ممكن تعدل الصوره، ممكن تعدل الباسورد والى اخره. طيب هنا اللي هو Assistive Technologies اعتقد انه خاص بذوي الاحتياجات الخاصه، اوكي؟ تجي هنا وتفعلهم اذا حاب تفعلهم، اوكي؟ اوكي. هنا Desktop Sharing، طبعا الديسكتوب بشكل افتراضي ما في شير. فانت اذا حاب انه شخص معين يدخل عليك عن طريق ال في ان سي، اوكي، ممكن تحط علامه صح هنا عشان يدخلون، لكن لا تحط علامه صح هنا اذا ما تبون يدخلون، تمام؟ اذا لك اذا انت حاب انهم يدخلون والله على جهازك عن طريق الفي ان سي يحلوا لك مشكله او يشوفون ايش قاعد تسوي على راحتك، تمام؟ طبعا ممكن بعدين بدرس ثاني راح اتكلم عن الفي ان سي. طيب نلغي. في عندك هنا درايفر مانجر تكلمت عنه، مدير التحديثات ما راح اتكلم عن هذا، مجرد مدير جافا. الانبوت ميثود اللي هو الخاص بلوحه المفاتيح، وهذه لوحه المفاتيح برضه، لكن هذه اختصارات لوحه المفاتيح، لذلك ممكن مع اختصارات لوحه المفاتيح هذه تسوي لك اختصارات خاصه بك، بحيث انك لو ضغطت على زر معين تسوي شغله معينه، مفيده مهمه جدا، تمام؟ ذوي الاحتياجات الخاصه ايضا مهمه جدا، وغير ذوي الاحتياجات الخاصه تهمك، ممكن هنا تضيف لك اختصار معين، تضغط على اد، اوكي؟ الاد الاختصار هذا تبي تسميه مثلا فايرفوكس، تمام؟ ايش هو الامر اللي حاب ينفذه؟ فايرفوكس، اكتب فايرفوكس، تمام؟ هذا الامر راح يتنفذ، نضغط على ابلاي راح يقول لك هنا يطلع لك اللي هو الاختصار، اضغط على المنطقه هذه راح يقول لك نيو شورت كات، كنترول اف،
اوكي لما نضغط على كنترول اف الان راح يفتح لي متصفح الفايرفوكس اذا كان مثبت. طيب طبعا انا ضغطت على كنترول اف والله يعني بيفتح الحين. طيب في عندك اللي هو النتورك كونكشنز، طبعا ما في شيء معين، مجرد اللي هي اتصالاتك المستخدمه بالكمبيوتر، تمام، اتصالات الشبكه عندك. طيب هذه اتصالاتك، طبعا ممكنك تضيف اتصال تحذف اتصال، طبعا تلقائيا هي تصير هذه، لكن احيانا تحتاج انك تضيفه يدويا. هذا الفايرفوكس فتح لاني ضغطت على كنترول اف. طيب هنا النتورك بروكسي، اذا عندك بروكسي معين ممكن تدخل نتورك بروكسي من هنا، دخل بروكسي بحيث انه يكون بروكسي عام على كل الجهاز. طبعا هو افتراضيا بالشكل هذا، ممكن تحط مانوال تكتب البروكسي حقك ايا كان. اذا كنت تستخدم التور متابع درسنا حق التور، ممكن تجي من هنا وتكتب 90 50 وخلاص. اوكي هذا هو التور. اجنور هوست ممكن هنا تحط، طبعا هو افتراضي راح يترك الاجنور بالشكل هذا، لكن هنا في حاجات معينه او مضيفين معينين هو راح يسوي لهم الغاء، بحيث انك لو دخلت على الموقع هذا ما ادخل عن طريق البروكسي. هذه فكرته. اوكي طيب في عندك بريفيرد ابلكيشنز من هنا، اللي هن التطبيقات المفضله. متصفح الانترنت عندك ممكن تغيره من هنا، قارئ البريد ممكن تختار قارئ بريد معين، المولتي ميديا عارض الصور ممكن تختار عارض الصور من هنا افتراضي، مالتي ميديا ايش هو المشغل الافتراضي عندك ممكن تخليه في ال سي على طول، الفيديو بلاير ممكن تخليه في ال سي. اوكي سيستم ايش حاب يكون عندك، محرر النصوص الافتراضي، طرفيتك الافتراضيه، مدير الملفات الافتراضي. اوكي طبعا هنا في بي سي مان ممكن تستخدمه، اكسسبيليتيز ممكن هنا تستخدم اذا كنت من ذوي احتياج خاصه. طيب ندخل على سوفتوير ريسورسز او سورسز، طبعا تكلمت عنه بنظره سريعه، انا ما تكلمت عنه بشكل مفصل، تمام، وهو كيف طبعا هذه جديده بلينكس من 15. اوكي اللي هي اداره اللي هي مصادر البرامج. طيب نشوف ايش عندنا هنا على السريع، لان اساسا ما في شيء. اوكي وميزته هنا انه ريحك من موضوع انك تدخل على الطرفيه عشان تضيف مستودع برامج. الاوفيشال ريبوزيتوريز اللي هن الافتراضيات. اوكي لاحظ عندك هنا المين اللي هو الاساسي عندك اللي هو هذا لينكس مينت، طبعا لما تضغط من هنا راح يسوي بينج ويجيب لك اسرع واحد موجود على حسب الخط هذا، تنتظر لين ما انه يخلص. اوكي طبعا هو اسرع واحد اكيد من الافتراضي، لكن احيانا يكون عندك واحد اقرب من الافتراضي، اذا كان تنتظر لحد ما يخلص ثم تضغط عليه تضغط على ابلاي. اوكي طيب اللي هو البيس، طبعا هنا ممكن تختار واحد ثاني اللي هو اساس التحديثات، طبعا لينكس مينت مبنيه على ابونتو، لذلك لاحظ انه البيس حقه ابونتو. اوكي هذا مجرد اضافي. اوكي او هذا هو الاساسي للتوزيع. ممكن تحط هنا علامه صح اذا حاب انك تضيف برامج الباك بورت اللي برامج غير مستقره، تمام، وايضا هذه برامج غير مستقره الستيبلز، طبعا نسمى هذا ريمو وهذا باك بورت. هنا انيبل سورس كود ما لا تستخدمه اذا كنت مطور، بحيث ان تجيك اللي هي السورس كود للبرامج. اوكي طيب البي بي ايز من هنا اللي هي المستودعات الشخصيه، فممكن تضغط على اد نيو ثم طبعا اي مستودع حيبدا بي بي اي، ثم تكتب اسم المستودع هنا. لما يقول لك اضف المستودع الفلاني تعال هنا والصق الامر اللي يبدا بي بي اي واضغط على اوكي. الاديشنال ريبوزيتوريز اللي هي الاضافيات ممكن انها تحط علامه صح علشان تفعلهم، طبعا ممكن تحط لك المسار جديد، طبعا هذا يختلف عن هذاك. البي بي اي يبدا من بي بي اي ويكون تلقائيا يعرف نفسه على توزيعتك، لكن انت لازم تعرف التوزيعة تلقائيا، تكتب دي اي بي ثم تحط رابط للمستودع ثم تحط نوع التوزيعة واستارت التوزيعة ثم نوع اللي هو المستودع. طبعا تلقائيا هو اخذ ريرنج واخذ مين، هو تلقائيا راح يعطيك اسم التوزيعة عندك لا تقلق. اثنيكيشن كيز تمام اللي هن المفاتيح التوثيق، ممكن تجي هنا تحذف بعض المفاتيح اذا ما تبيهم. مينتيننس اللي هي الصيانة، اذا عندك اشكالية احيانا تنفعك انك تختار الخيارات هذه بحيث انه هذا يحل مشكلة الميرج ليست اللي هو دمج الذي، وهذا راح يحذف اللي هم بعض التخصيصات او بعض الاشياء اللي ما لها داعي. اوكي الى هنا انتهى درس لوحة التحكم، تمام. طبعا هنا ممكن اللي هو كومن تاسك اللي هنا الاشياء اللي ممكن تعدلها تلقائيا اللي هو بالمنطقة هذه، ممكن الاشياء اللي تستخدمها المستخدمين اقصد اللي هم يغيرون الثيمات دايم ويعدلون اللي هن التطبيقات المفضلة، اعتقد هذه تاخذ على حسب المستخدم نفسه. انتهى الدرس، نشوفكم ان شاء الله في دروس قادمة. في امان الله. اذا عندكم اي مشاكل استفسارات عندكم منتدى الدعم. باي باي.